الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فإن الله تعالى قد فرض علينا الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وللتقوى معالم كثيرة، أبرزها القناعة بالقليل، حيث قال الإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والقناعة هي الرضا بما أعطاه الله تعالى وقسمه، والاستغناء بالموجود، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالحلال الطيب عن الحرام الخبيث، وأن يكتفي المرء بما يملك ولا يطمع فيما لا يملك، وامتلاء القلب بالرضا والبعد عن التسخط والشكوى. والقناعة شفاء ودواء، شفاء من داء الجشع والطمع، شفاء من الهموم والأحزان والكراهية والحسد ونهب الأموال والاعتداء على الممتلكات. فمن عدم القناعة زاد تسخطه وقلقه، وحرم من الرضا بما رزقه الله وآتاه، وحينئذ لا يرضيه طعام يشبعه، ولا لباس يواريه، ولا مركب يركبه، ولا مسكن يأويه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يبحث عن المال في كل مكان، يخلط بين الحلال والحرام، بل ربما كان ماله من الحرام أكثر من ماله من الحلال. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على القناعة، وبين أنها طريق إلى السعادة والفلاح. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هل تعلمنا درس القناعة من الصيام؟ وهل صمنا الصيام الحقيقي الشرعي الذي أراده الله تعالى في قوله لعلكم تتقون؟ فالصوم تربية للنفس على القناعة بالقليل، والاقتصاد في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. فلقد قال الله تعالى: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونصلي ونسلم على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.